بسم الله الرحمن الرحيم. أني أم أحد المعتقلين في سجن جاو، وأول ما سمعت الخبر، يعني هذا الخبر، إن هاي اللي صاير في جاو، أولادنا بعدهم صغار، وسمعت خبر ولدي إنهم يعني انصاب، وولدي وكلهم أولادنا، بس يعني كل قلب أم يعني ما تستحمل إن تسمع ولدها فيه وهو بعيد عنها يعني. فيعني في نفس اليوم على الأقل، مو يوم، ليوم ثاني، ليوم ثالث، يعني من الإنسانية إن قلب أم يتحمل 20 يوم وهي تتحمل، تبى تسمع خبر عن ولدها، تبى تشوف صوت ولدها، ما تدري هو ولدها عايش، ولدها مات، ما تدري. فيعني في هذه 20 هاليوم، 22 يوم، أني بالنسبة إلي أني أم عشت في زنزانة شوي، وضغطي يرتفع من كثر ما أفكر وما أدري وش الخبر اللي يجيني. يعني حتى الشيطان يوسوس لي إن كل شوي أبى أسمع يمكن ولدي راح من إيدي، من كثر ما أسمع اللي صار. يعني من صوب الإنسانية، يعني أم لازم إليها يعني من صوب الرحمة يعني والرأفة، على الأقل يعني حتى لو ما بيرأفون على أولادنا الصغار، ما يرأفون على قلوب الأمهات. وأني أم، وكل الأمهات يعني مثلي، كل الأمهات تقول هذا الكلام، يعني ما تقدر تتحمل أن أولادها بعيدين عنها وما تدري وش فيهم. ولحد الآن سمعنا صوت بس دقيقة واحدة وانقطعت المكالمة، عقب أسبوع دقيقة واحدة وانقطعت المكالمة، حتى الكلام ما يكمله. رحنا 3 مرات نبي زيارة، يقولون لنا من اتصل لكم، ونرجع ما يتصلون لنا. التلفون 24 ساعة جاني وسواس، حتى التلفون ما أبعده عن عيوني، عن ألوني، أم بأسمع بس إني يتصلون يعطوني زيارة. إلى اليوم هذا أني رايحة سجن جو من الساعة 9 إلى الساعة 12 أني واقفة وياهم أحاول أنبي زيارة. حاولت بالغصب، دخلوا لولدي فلوس، وبعدين رجعت ما أعطوني زيارة، رجعت بدون زيارة. يعني أناشد يعني من الشكوى لله، لكن يعني ما في قلوب ترحم الأمهات، ما في أحد ينظر إلى الأمهات اللي قلوبها محروقة قاعدة في بيوتها. في أمهات راحت إلى أولادهم شافت أولادهم كسرة. يعني إلى متى إحنا بس أولادنا بتم لها الحال؟ أولادنا في سن الشباب، في سن الجامعة، بالنسبة لولدي سن أول جامعة، أتركب خيره، أتركب دراسته، أتركب شهادته. الشهادة اللي أتركبها يأخذها من سجن جو. الشهادة الجامعية، هي الشهادة الجامعية اللي بياخدها من الحكومة.